النجوم. النجم جسم كروي ضخم يستمد لمعانه من تفاعلات الاندماج النووي التي تحدث في لبه، والتي ينتج عنها عناصر أثقل من الهيدروجين. تعد الشمس النجم الذي يزود كوكب الأرض بالضوء والإشعاع ويوفر له ظروفا تجعله مكانا مناسبا لنشوء أشكال الحياة المختلفة. تحظى النجوم باهتمام ودراسة من قبل علماء الفلك للتعرف على الخصائص المميزة لكل منها، حيث تقود معرفة إحدى الخصائص إلى تحديد خصائص أخرى. فمن خلال مراقبة طيف النجم ولمعانه وحركته في الفضاء، يتمكن العلماء من تحديد كتلته وعمره والتركيب الكيميائي له. ومن خلال معرفة كتلة النجم يمكن تحديد تاريخ نشأته وتطوره ومصيره النهائي. ومن خلال معرفة التاريخ التطوري للنجم يمكن التوصل إلى معرفة قطر دورانه وآلية دورانه ودرجة حرارته. يحتوي الكون المرئي على عشرات المليارات من تريليونات النجوم، لكن العين المجردة تتمكن من رؤية عدد قليل جدا منها. توجد العديد من النجوم في الكون على شكل أزواج أو أنظمة متعددة أو عناقيد نجمية ترتبط ببعضها البعض فيزيائيا من خلال أصلها المشترك وانجذاب كل منها للآخر. يوجد مجموعات من النجوم تعرف بالاتحادات النجمية Stellar Association، تكون من نجوم متشابهة فيزيائيا، إلا أن كتلتها تكون أقل مما يسمح بانجذابها لبعضها البعض بدرجة كافية لتكوين عناقيد نجمية.